بعدها كانت عاملة ايه بعدي من بعدك انت انا عشت تايه حالتي حالة وغلطت غلطة يا ريت تكوني قبلتي وسامحتي وما كانش قصدي تحسي ابدا بالاهانة ردت وقالت قولي ايه قصرت فيه وانا معاك دي الغلطة كانت حاجة اكبر من الاهانة ازاي عايزني احس تاني بالامان وياك وممكن اسامح في اي حاجة الا الخيانة